السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، موعدنا اليوم مع آخر درس من دروس النصوص، ألا وهو من الرسالة الجدية لابن زيدون. أولا لابد أن نعرف أن ابن زيدون إنما كان في العصر الأندلسي. ابن زيدون كان وزيرا لابن حزم بن جهور أمير قرطبة، ولكنه طبعا كان يحب ولادة بنت المستكفي، فأراد الوشاة أن ينصبوا له العداء فيما بينه وبين الملك وفيما بينه وبين الأمير، فاتهموه باغتصاب عقار، ثم عرض أمام القاضي عبد الله بن أحمد المكوي الذي وصفه المؤرخون بما يدل على أنه ليس أهلا للقضاء. وحينئذ جاء الوشاة له بشاهد هو ابن عطار، ذلك الشاهد إنما يوصف بأنه عار من الثقة والأمانة، فحكم عليه القاضي بالسجن المؤبد، فقضى فيه ما يقرب من 500 يوم. وفي هذه 500 يوم كتب هذه الرسالة، وفي السجن كتب الرسالة الهزلية التي يسخر فيها من ابن عبدوس، وكان هذا الرجل غريمه في حب ولادة بنت المستكفي، ماشي. ولكن هذه الرسالة لم تأتي طبعا بثمرة، وقد تمكن ابن زيدون من الفرار من السجن بعد 17 شهرا قضاها في السجن، يعني ما يقرب من 500 يوم. ومن ثم رحل بعد ذلك إلى بني عباد في إشبيلية، فأكرموه غاية الإكرام. فقلنا مناسبة هذه الرسالة أن هذه الرسالة كتبها ابن حزم الأندلسي عندما حكم عليه بالسجن في اتهامه باغتصاب عقار يستعطف بها الملك ابن حزم بن جهور، وحينئذ لم تجد هذه الرسالة، ولكنه تمكن من الفرار من السجن وفر عند بني عباد في إشبيلية، فأكرموه غاية الإكرام. اشتهر بعد ذلك ابن زيدون بحبه لولادة بنت المستكفي، وكانت ابنة الملك في ذلك الوقت. ماذا يقول في هذه الرسالة؟ يقول فيها: يا مولاي وسيدي، الذي ودادي له واعتدادي به واعتمادي عليه، أبقاك الله ماض حد العزم واري زند الأمد ثابت عهد النعمة. نريد أن نتعرف على المعاني في هذه الفقرة. يا مولاي، المولى هنا كلمة إنما تطلق على السيد وعلى العبد، ولكنه لما أراد أن يطلقها في هذه العبارة أطلقها على على السيد دون العبد. يا مولاي وسيدي، الذي ودادي له، وكلمة ودادي بمعنى حبي له ومعنى انجذابي له، واعتدادي به أي اهتمامي به، واعتمادي عليه أي الذي أحسب له أمورا والذي أعتمد عليه في جميع أموري. أبقاك الله ماض حد العزم، أبقاك الله، وهذه جملة دعائية، ماض حد العزم، واري زند الأمل، والزند هنا قلنا هو عبارة عن خشبتين إذا حكتهما في بعض نتج عنهما النار. ثابت عهد النعمة، أي أنه ثابت بمعنى مواصل ومدوم عهد النعمة. نريد أن نتعرف على مواطن الجمال في هذه الفقرة. حينئذ لما يقول ابن زيدون يا مولاي، هذا أسلوب للإنشاء، وأسلوب الإنشاء فيه نداء، واستخدم أداة النداء للبعيد يا، وذلك فيما للبعد الذي بينه وبين ممدوحه. لماذا؟ لأن ابن زيدون إنما كان في السجن، والملك إنما كان في القصر، فحينئذ أو الأمير إنما كان في القصر، فهذه إنما تدل على البعد. حينئذ لما يقول اعتدادي واعتمادي، جناس، يعطي المعنى جرسا موسيقيا في قوله ماض حد العزم، استعارة مكنية. لماذا؟ حيث شبه العزم بسيف له حد، وفائدة هذه الاستعارة التجسيم والتشخيص. وفي قوله زند الأمدي، تشبيه بليغ، وهذا التشبيه كما قلنا من قبل أن التشبيه البليغ هو الذي يحذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه، فقلنا تشبيه بليغ من إضافة المشبه إلى المشبه به، وفيه تصوير الأمل بأنه الأداة، ماشي. إن سلبتني، استخدام أداة الشرط إن تدل على الشك، وفي قوله أعزك الله جملة اعتراضية تدل على الدعاء،
وهذا الغرض من تكرار الجملة الدعائية، لأنه استمالة عطف الأمير في العفو والصفح، في العفو والصفح عنه. نلتقي بإذن الله مع فيديو قادم نكمل فيه باقي فقرات النص، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.